أشكرك. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أنا بشكر ربنا كتير اللي شرفني إني أتشرف بالوجود معكم، وبشكر صاحب النيافة أبا مايكل على دعوته لضعفي، وبشكر الآباء المباركين اللي من أول ما نزلنا من الطيارة حبونا بمحبتهم وإكرامهم، وبشكر كل العلمانيين، وبشكركم كلكم وانتوا دلوقتي في محضر الملك المسيح. هنجاوب شوية أسئلة. الأول بيقولوا في آباء بيسألوا عندهم أولاد مرضى هل قدسك هتصلي لهم في آخر النهضة اليوم ولا إمتى؟ ممكن نصلي كل يوم، أنا جاي هنا خدام، وبصلوات نيافة الأسقف، صلوات الآباء المباركين، وصلوات القديسين، ربنا هيعمل في وسطينا عجايب. أمين أمين. واحد بيقول أنا كبير عندي 45 سنة بخاف من الظلمة وأكون لوحدي في البيت في الليل، أفتكر حاجات مرعبة وحكايات عن الشياطين، هل ده خوف وعدم إيمان؟ ولا زي ما قلت أما الخائفون والزماة وباقي الآية لا يرثون ملكوت السماوات؟ لا، لما بيقولوا الخائفون ضمن الزماة والقتلة وعبدة الأوثان لا يرثون ملكوت الله، دي حاجة تاني، مش الخوف اللي انت بتتكلم عليه. الخوف اللي انت بتتكلم عليه ده ضعف بشري، ممكن يكون عند أقدس القديسين، ممكن يخاف من الحاجات اللي، لكن علاج الكلام ده إيه؟ إحنا كمسيحيين مخلصنا هو مين؟ هو مين؟ يسوع المسيح. اسمه إيه؟ له أسماء كتير، من ضمن أسماءه إيه؟ عمانوئيل. عمانوئيل يعني إيه؟ الله معانا يعني إيه؟ الله معايا يعني مش بيفارقني. واللي قالت عليه الحكمة المحب الأنظف من الأخ، يبقى لازم إيماني وإيمانك وإيمانك يكون على أساس إن المسيح مش بيفارقني. طب لو أخطأت وقعت برضه مش بيفارقني، لو أنا سبت ورحت الكرة البعيدة برضه مش بيفارقني، لازق فيا على طول، مسيحي خلي وزودني، مش بيفارقني معايا تملي، شايلني وشايل شلتي كمان ومدبر امري كل الزمان، مسيحي خلي وزودني. ان كان الضل بيفارق صاحبه يبقى المسيح بيفارقك ويفارقك. الموضوع ده عايز انك تصدق وانك تعيش كلمة عمانوئيل. يعني ايه؟ بنقول المسيح اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، حافظين الكلام ده، لكن المهم نعيش الكلام ده. يعني ايه نعيش الكلام ده؟ يعني اصدق واؤمن واثق ان المسيح له كل المجد معايا تملي.
معايا اتدرب نفسي على حياة الإيمان اللي مسيحي معايا، هو حماية ماشي قدامي وماشي ورايا وعن يميني وعن يساري يحارب عني سر انتصاري لغاية ما أنال البركة الكبيرة دي إني أنا عايش كلمة عمانوئيل. لما أعيش كلمة عمانوئيل مش ممكن أخاف من أي حاجة، بل بالعكس هو قائد سفينتي، هو ماسك الدفة، مهما الموجع لي، مهما كانت مخاوف، مهما كانت محاربات، هو شايلني وشايل شيلتي، هو شايلني وشايبه علاج المخاوف دي والأوهام دي، إني أصدق وأؤمن إن مسيح معايا ومش بيفارقني. بس كل ده يتبني على أساس التوبة، إنسان تايب وعايش مع ربنا، لأن لو في خطية مش هينفع أي حاجة، لابد التوبة الحقيقية واللي نبني عليها كل بركة كل بركة. إزاي نقوي إيماننا مهما حصل من ظروف حوالينا؟ الإيمان ده عطية، بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله. فأنا أقول له رب اديني إيمان. إيمان يعني إيه؟ إيمان يعني الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. يعني إيه؟ الثقة بما يرجى، أنا عندي ثقة في اللي جاي، ثقة في المجد، ثقة في الأبدية، ثقة في الخلاص. الإيمان هو الثقة بما يرجى، أنا بترجى، فأنا واثق من الشيء اللي برجوه. والإيقان بأمور لا ترى، الإيقان يعني متأكد بأمور مش شايفها. زي ما احنا ابتدينا وقلنا المسيح في وسطينا، الموضوع ده عايز ايمان، ايقان متاكد موقن، زي ما قال معلمنا بولس انا موقن انه قادر ان يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم. الايقان بامور لا ترى، انا مش شايف المسيح بعيون جسدي، لكن مصدق ان هو في وسطينا ومؤمن ان هو في وسطينا. هو ده الايمان. الايمان كيف نقوي ايماننا؟ اقوي ايماني اولا بعمل الروح القدس فيا. عمل الروح القدس فيا، والروح القدس اللي احنا اخذناه بالمسحه المقدسه ليعمل فينا، ممكن يسكت لو في خطيه، هو ساكن فينا، ساكن فينا، وبالتوبه يملا اوانينا، بالتوبه يملا اوانينا، ومن غير توبه يسكت فينا. من غير توبة يعني بالخطية يسكن. ففي إنسان عايش حياة توبة، فالكنز اللي جوه مفتوح وممكن يدي إيمان. إنسان مغلوب من الخطية هتلاقيه ما عندوش إيمان، ممكن إن الشيطان يلعب به. فلا بد عمل الروح القدس في حياتنا. أنا بشكركم كتير. واحد بيقول أنا فاكر كلمة ليك بتقول جواز السفر للسماء هي المحبة، وبيقول إزاي أعيش حياة التوبة والاستعداد الدائم للسماء، وكلام تاني كلامك حلو يا ابني.
يا سلام. جواز السفر للسماء هي المحبة. ولما نقول كلمة المحبة دي كلمة لفظ، لكن المحبة هي المسيح، الله محبة، والمحبة هي كل شيء، كل شيء. وإن كانت كلمة بنقولها لكن عمود حياتنا المسيحية، وثبات وقوة حياتنا المسيحية هي المحبة. محبة يعني إيه؟ تبدأ لما أحب ربنا، تحب الرب إلهك من كل قلبك. على فكرة أنا مش جاي أوعظ ولا جاي أعلم، ولا أنت وأنت جايين كما لقوم عادة حتسمعوا كلمتين، لا، احنا جايين نتقابل مع شخص ربنا يسوع المسيح مقابلة جديدة جديدة. فلما أقول المحبة، المحبة هي المسيح، تبتدي بإني أحب ربنا من كل قلبي. والمحبة لا بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق. أجيب المحبة منين؟ كنز المحبة جوايا اللي هو الروح القدس، والمفتاح معايا توبتي أنا. تايب يتفتح الكنز، خاطي يتقفل الكنز. يتفتح الكنز بالتوبة، أول ثمرة من ثمار الروح هي إيه؟ المحبة. ففي حياة التوبة ألاقي قلبي اتملى بالمحبة. لما قلبي يتملي بالمحبة لأني حبيت ربنا وكرهت الخطية وحبيت كل أحد قبل كل شيء. لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة. ممكن يكون ده كلام بنقوله، لكن خلي بالكوا من كل كلمة هتسمعوها. قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة. أقول ثالث مرة، قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة. يعني إيه؟ طب ده فلان عامل ومسوي فيا، أنا ملزم إني أحبه. فلان معاديني طول الزمان، أنا ملزم إني أحبه. طب مش قادر أحبه، مش قادر أحبه. قال أنت ما تقدرش، وسيب دي عليا. هتعمل إيه يا رب؟ أنا حفتح الكنز اللي جواك. ثمر الروح محبة، فرح، سلام. هفتح الكنز اللي جواك، وأول ثمرة هتمتلئ بالمحبة. هتلاقي نفسك بسهولة جدا حبيت عدوك، وما بقالكش عدو في الدنيا. وعلى رأي اللي بيقول تحب كل واحد وما يكون لكش في الدنيا عدو واحد، تحب كل واحد وما يكون لكش في الدنيا عدو واحد. يبقى حبيت ربنا من كل القلب، تحب قريبك كنفسك، وقبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة. ومن هنا أقدر أقول أنا غالب، أنا غالب. لكن يوم ما تقول فلان ده مش نازل لي منزور، وفلانة دي مش طايقاها، وفلان وعلان، الحق نفسك، الحق نفسك. كلامي مش وعظ، كلامي مش وعظ. سيبك من أي معاني تسمعها وأي ظروف حواليك،
خليك في نفسك، أنا عايز أوصل، عايز كل نصيب في الأبدية. الأيام بتجري ما عادش في وقت، ممكن المسيح يجي دلوقتي. ألحق نفسي واختن المحبة دلوقتي، ممكن بكرة ما يجيش، ممكن بكرة ما يجيش. وكنز المحبة جوايا. ليك أسئلة حلوة تاني كتير. بتقول أسفة سؤال متكرر، قاضي الظلم مدح العبد الذي تعامل بعدم أمانة. قاضي الظلم ده واحد صاحب عمل وعنده وكيل، ولا أنا غلطان؟ ها؟ مش هو المثل كده؟ ها؟ نعم؟ لا 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 لا، هي خلطة ما بين دي وما بين دي. واحد كان صاحب عمل وعنده وكيل، يعني زمان كانوا يقولوا فلان عنده أبعادية، أو يسموها الوسية. أبعادية يعني مثلا 4000 فدان كانوا عندنا في بلدنا ليهم أصحاب كذا، فكان الأبعادية دي ليها وكيل اسمه وكيل الظلم، مش قاضي الظلم، لخبطتين الله يسامحك، وكيل الظلم. فالأبعادية دي ليها وكيل، يعني المتصرف، يعني كل حاجة في إيده. أنا شفت الكلام ده زمان. الوكيل ده في إيده كل حاجة، فاللي حصل إن ابتدى إيه؟ يسرق. فصاحب العمل أو الأبعادية سمع، قال له تعالى أنا سمعت، إيه اللي أنا سمعته عنك ده؟ أنت مش هتشتغل بعد كده، هيترفد. فالراجل ده قال لك أنا هترفد وأنا إنسان معروف. طبعا الوكيل كان يبقى له شنة ورنة على رأي الصعايدة. فقال أنا هترفد، فقعد يفكر أنا أعمل إيه؟ فكر في بكرة، فكر في بكرة. قال لما هترفد أنا لا هقدر أسرق ولا هقدر أمد إيدي. فجات له فكرة، قعد يفكر يعمل إيه بكرة. الفكرة اللي جات له إيه؟ كان في ناس مديونين لصاحب العمل، والمديون ده عنده مثلا كمبيالة أو شيك أو أي حاجة. فابتدى ينده الناس المديونين دول، تعالى أنت الصك اللي قدامك ده عليك كام أردب قمح؟ قال له مثلا علي 100. قال له أنا هقطع لك ده واكتب لك واحد جديد ب50، يبقى وفر له كام؟ وفر له كام؟ خليكم معايا، على حساب مين؟ صاحب العمل. يبقى عمل ايه صاحب العمل؟ ظلمه. قال له تعالى انت عليك كام في الورقة دي؟ قال له عليا 80. قال له هقطع دي واكتب لك غيرها ب50، يبقى وفر له كام؟ على حساب مين؟ يبقى ايه؟ ظلمه. كل ده كان بيفكر في ايه؟ كان بيفكر في ايه؟ في بكرة. فقال ان الراجل ده بيفهم لانه فكر في بكرة. وربنا عايز يقول لك افهم وفكر في بكرة، مش هنا، فكر في بكرة ايه؟ في الأبدية. فكر في بكرة
في الأبد. أدي مدح وكيل الظلم. في واحدة أنا زعلانة منها لأنها اتكلمت عليا كلام كتير وحش وسوقت صورتي قدام الناس، ومش قادرة أغفر ليها ولا قادرة أتناول بسبب الموضوع ده، مش قادرة أغفر ليها. هسألك سؤال، يا ترى بتصلي كل يوم؟ أيوة. بتقولي إيه؟ أبانا الذي، لغاية ما توصلي وتقولي إيه؟ اغفر لنا ذنوبنا كما إيه؟ نحن نغفر، أو لأننا غفرنا لمن أساء. في الأول الله مش ممكن يغفر، ده مش كلام بيتقال، ده مش كلام. قبل ما أقف قدام ربنا وأقول له اغفر لي يقول لي روح اغفر لأخوك، سامحني روح سامح أخوك، يطردني من محضره، من محضره. اغفر لنا ذنوبنا لأننا غفرنا لمن أساء إلينا. أنا غفرت وجاي غافر، عشان كده بقول له اغفر لي. لكن ما اقدرش اجي اقول له اغفر لي وانا ما غفرتش. ودي عايزه محبه، وانا قلت المحبه منين؟ ودي عايزه انسان فاهم وواعي عينه على الابديه. انا دايما في شجار مع زوجي في البيت، نتصالح لمدة شهرين أو ثلاثة، مش عارف إيه، سبع شهور، يعني بمعنىها تزعلوا سبع شهور. أنا عايز أفكرك يا بنتي إن يوم ما اتجوزتي صلوا عليكم انتوا الاثنين والروح القدس وحدكم في واحد، والبيت المسيحي فيه واحد ما فيهوش اثنين، ودي الوحدانيه. والحاجه الثانيه ان البيت المسيحي كنيسه، وتاسست الكنيسه من ساعه ما اتحط عليكم الايد وحل عليكم الروح القدس. سلم على الكنيسة التي في بيتك، والبيت المسيحي فيه المسيح على الدوام، لا يفارقه، لا يفارقه، هو صاحب البيت وإحنا ضيوف. في ناس من المباركين ما يحطش مفتاح في جيبه، لأن أنا مش صاحب بيت ولا صاحب شقة، أنا ضيف. وناس من المباركين تملي بيكلموه عايشين معاه، واحد في البيت، شخص قائم حقيقي في البيت، ما يقدرش ياكل لقمه الا ما يباركه ويشكره، رايح جاي ما يقدرش يعمل خطيه لان هو صاحب البيت حاضر على الدوام. يبقى انت وجوزك لو امنتوا ان البيت ده بيت المسيح ودي كنيسه المسيح، ما فيهاش خطايا ولا خطاه، والرب حاضر على الدوام، حيتغير الحال، يتغير الحال. واحد بيعاتبني بيقول لي الكنيسة هي بيت الله والملائكة، فهل يجوز اللي انت قلته في عظتكم عن الكنيسة انها خاطية او بتخطي؟ ابونا الناس هم اللي بيخطوا وليس الكنيسة. اولا احب اقول لك يا حبيبي، انا الكنيسة في كلام اللي بقوله هي كنيسة قديسين صناع ايات ومعجزات، وكل اللي بيسمعني عارف التعبير ده. الكنيسة كنيسة ايه؟ قديسين صناع آيات ومعجزات. وبعدين حطيت قدامك، ما هو احنا ما ناخدش كلمة ونسيب الباقي،
حطيت قدامك المثل بتاع العذارة أو العشر عذارة، يشبه ملكوت السماوات عشر عذارة، خمس حكيمات وخمس إيه؟ جاهلة. أدي دول حكيمات رايحين على السماء، وأدي جاهلات خطاه. لما قلت الكنيسة خاطية، أنا ما أقصدش الكنيسة ككل يا حبيبي. كنيسة مليانة قديسين، والكنيسة اللي أنت بتبص لها على إنها حطان فيها ملائكة وبتاع، أنا ببص لها على إنها مجموعة قديسين، وفي أي ركن هتلاقي قديسين، في بيوت كتيرة هتلاقي قديسين، في البراري هتلاقي قديسين، في كل مكان هتلاقي قديسين، واحنا عايشين بصلوات القديسين. لكن ما كنتش أقصد إن عموم الكنيسة خاطية، لا يا ابني. اكتفي بالمقدار ده ونشوف ربنا هيكلمنا ويقول لنا ايه.